احنا المشروع بدأ يعني بالاتفاق بيني وبين بلقيس على اننا نبدأ بمشروع فني خيري، وشعاره ابداع للخير والسلام. كان الحفل الاول في 2016 في دار الاوبرا في القاعه الكبرى مع الاوركستر السيمفوني، واليوم الحفل الثاني في 4 سبتمبر 2017 في الاهرام في المكان العظيم، المكان الذي لا يوصف الحقيقه. وانا كل سعاده بان يعني اقدم موسيقايا واغاني وبلقيس ايضا في هذا المكان العظيم. الحفل اهدافه خيريه وانسانيه، يقدم من ضمن مساعداته للمحتاجين من ذوي الاحتياجات في مصر واليمن، وكذلك عندنا أيضا الرسالة الفنية الهادفة اللي هي الارتفاع بالذائقة الفنية عند الجماهير العربية. أيضا احنا نقدم مجموعة من الأعمال بما فيها الفلكلور والتراثي اليمني والعربي في إطار أوركسترالي سيمفوني من أجل العالم يعرفوا أن عندنا قيم جمالية أيضا لا تقل عن قيمهم الجمالية. Oh,